السلام عليكم الاخوان. الحصيله ديال اليوم عندنا الانفينيكس والسامسونج. التليفون الاول عندنا الهوت ديس اس فيرسيون 128 جيجا و 4 جيجا في الرام. الثمن الحقيقي ديالو كيجي ب 1450 درهم الثمن ديال الجمله. التليفون كيجي ب 6000 ملي امبير في لا باتري ديالو. وكاينه الفيرسيون الثانيه اللي فيها 64 جيجا تتجي بثمن ديال 1375 درهم كيف ما كتشاهدوا. فيرسيون 128 وفيرسيون 64 جيجا كيف الفرق كان غير في لا ميموار ديالهم. اما لا رام كيف 4 جيجا في لا رام ولا باتري 6000 ملي امبير والديزاين كيف الفرق اللي كان هو في لا ميموار. التليفون الثالث معنا الانفينيكس الهوت ديسبلاي تيجي ب 64 جيجا و4 جيجا في لا رام. الثمن الحقيقي ديالو تيدير 1200 درهم الثمن ديال الجمله. تيجي حتى هو ب 6000 ملي امبير في لا باتري وفي عام ديال لا غارونتي. كلهم هادو ديال الشركه وفيهم عام ديال لا غارونتي كيف ما كتشاهدوا معنا. التليفون الرابع معنا الانفينيكس سمارت الاش دي 2021 تيجي ب عندنا سمارت 5 باردون سمارت 5 تيجي ب 32 جيجا و تيجي ب 2 جيجا في لا رام. الثمن الحقيقي ديالو الاخوان باش كيجي بالجمله 955 درهم في 32 جيجا وفي 2 جيجا في لا رام. عندنا الانفينيكس سمارت الاش دي 2021 في 32 جيجا وفي 2 جيجا في لا رام. الثمن الحقيقي ديالو باش كيجي بالجمله 895 درهم كيف ما كتشاهدوا معنا. حتى هو فيه 5000 ملي امبير في لا باتري ديالو وفيه 32 جيجا وفيه 2 جيجا في لا رام. هذا هو الانفينيكس سمارت الاش دي. هذه هي العلامه باش كتعرفوا هو الشركه كيف ما كتشاهدوا. ندوزو للتليفون سامسونج. عندنا A22 برودوي اوفيسيال ديال الشركه فيه 32 جيجا وفيه 3 جيجا في لا رام. الثمن الحقيقي باش كيجي بالجمله 980 درهم الثمن ديال الشركه. عندنا التليفون الثاني في سامسونج سامسونج جالاكسي A22 تليفون يلا خارج شهرين هادي. تيجي ب4 الكاميرات وكيجي ب6 جيجا في لا رام وكيجي ب128 جيجا في لا ميموار ديالو. التليفون الثمن الاصلي ديالو باش كيخرج من الشركه 2250 درهم 45000 ريال الثمن ديال الجمله برودوي اوفيسيال في عام ديال لا غارونتي. التليفون الثالث اللي معنا في سامسونج الM11 سامسونج الM11 كتجي ب 32 جيجا وتتجي ب 3 جيجا في لا رام. الثمن الحقيقي ديالها الاخوان كتجي ب 1100 درهم كيف ما كتشاهدوا معنا. التليفونات كاملهم ديال الشركه وفيهم عام ديال لا غارونتي. المهم الاخوان ما تنساوش الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا.